حصل من شويه موقف محرج جدا. المفروض ان احنا حاجزين قطرين، قطر يودينا المحطه الرئيسيه وقطر يودينا للمحطه بتاعه المطار. القطر التاني كان نوع اللي هو الاي سي اللي هو القطر الغريب اللي هو اللي بيمشي مسافات طويله. ف ركبنا قطر الاي سي اللي هو الاتجاه التاني، واللي بيركبه ده يعني زي ما يكون دخل حفره، يعني راح في اخر الكوكب الناحيه التانيه. بس حظنا حلو اللي احنا لقينا محطه هيقف فيها قريب، وشوفنا لقينا قطر تاني راجع للمكان اللي احنا فيه. فاحنا دلوقتي بنحاول ان احنا نلحق الطياره. مره مرعوبه. احنا رجعنا فرانكفورت تاني، دلوقتي المفروض رايحين على المطار. تشبه برلين، اشتقت لبرلين. الساعه 10:42، الطياره راح تطلع 11:45. هنلحق ولا مش هنلحق؟ مرمطنا والطياره بتاعتنا اتلغت عشان وصلنا متاخر طبعا، ما لحقناش التشيكن، فاخدنا الطياره اللي بعديها. للاسف دلوقتي قاعدين مستنيين الطياره بتاعتنا اللي هي بعد ساعه، الساعه 12:45 دقيقه. انا بوطي صوتي عشان في ناس حوالينا كتير. نورا مكسوفه اصلا تتكلم؟ لا مش مكسوفه. امال ايه؟ زنوق. ليه؟ شربتيني كل ازازه المايه بتاعتك عشان كانت مليانه. كانت ماليه ازازه المايه بتاعتها كلها. حطيتها في الشنطه. اهي ازازه المايه اهي. دي كلها خليتني اشربها عشان ما تضحيش بالازازه. فانا دلوقتي مزنوق. شوف حته اسلك فيها نفسي. ماشي. هروح هون وارجع لكم تاني. شوفوا هذا الزلم اللي حاطينه على البورتنج تيكت بيشبه محمد. قولوا لي في الكومنتس بيشبهه ولا لا. شوفوا. بلا ما عم يطلع منيح. ها ها بلا. هبطنا بس تقريبا هبطنا كده من غير ما نعرف ننزل. الطياره كلها زحمه مش عايزين ينزلونا. اتاخرنا على الميعاد. ربنا يستر. حسيتي انك سافرتي برلين خالص؟ ها هو يعني الطياره فعلا الفلوس اللي تتحط فيها تستاهل. يعني مجرد ريحت لسه بقول عايز اغمض عيني لقيت نفسي في برلين. صح غير لما نسافر بالباص نقعد 7 ساعات بالباص. احنا بنفس نقلع الجزمه ونقلع هدومنا ونشد في شعرنا كل حاجه. الغالي ثمنه فيه صح؟ Nein, ist ganz zart. نورا خايفة. حابه تقولي اي شيء بالعربي كمان؟ بحبكم كثير. معرفتكم. سلام. انا من رام الله. انا اصلي من حيفا. سمعت في انا اهل امي من حيفا. خلصنا هوت. اخ انا كنت كثير متوتره. وانا كنت الشخصيه الشريره في القصه. صح؟
حكيت كتير اشياء بس هو ما عارف. هو بيحاول يلخبطني يعني؟ عايز تقولي كده؟ لا عادي، هو الفكره ان لازم الحلقه عشان تبقى حلقه قويه لازم الواحد يبقى عكس التاني. طيب بس مش عشان الكونتراست يحصل. المهم يعني ان انا الشخصيه الشريره بكفاءه، ونورة موافقة ان انا الشخصيه الشريره. انا بحب اكون الشخصيه الشريره. هو ده اللي حصل، استعرفنا على شويه ناس كويسين جدا يعني، الموضوع كان ظريف. وزي ما بيقولوا المذيع الفرفوش رزق، هو المذيع كان فرفوش جدا. المفروض ان احنا دلوقتي عايزين نلحق، مش عارف هنعمل ايه. صح والله ما عارفين هنعمل ايه، بس هو في طياره ولسه ما عملناش اي حاجه. الطياره قربت تخلص. مرحبا، تابعوهم احلى اثنين، ضلوا مشتركين في القناه وتابعوا فيديوهاتهم. سامعين؟ تابعوا. نورا الحمد لله على السلامه. نورا انا تعبت كتير. التلفزيون طلع مش سهل زي اليوتيوب. ها انت كسلانه ولا عايزه تنامي؟ الطياره اوحش حاجه فيها ان انت ما بتلحقيش تنامي فيها، بتحصل بسرعه. اوحش حاجه انا كنت احس 50 دقيقه كتير قبل ما اجي على المانيا، بعدين بس صرت اطلع بفليكس بوس 7 ساعات و10 ساعات، 50 دقيقه ولا شيء، مثل اكنك رايح تتمشى. الحمد لله على نعمه الطيارات، بس هي غاليه. عايزين نروح والله ما عارفين الطريق فين. هيك نطلع هذا الدرج ولا نروح؟ يا مسيطرة يا مسيطرة. شوف احنا ما هبلنا، كل ما هون اجينا رحنا هيك ممكن نطلع كده. رجعنا. اللي يشدك بقى في الموضوع ان المطار بتاع برلين اصغر بكتير من مطار فرانكفورت. بكتير. اه احنا تايهين دلوقتي في فرانكفورت، لكن في برلين احنا مجرد طلعنا دخلنا خش على البوردنج نط في الطيارة طير في الطيارة. 5 دقايق ماشي هون بدك تمشي ابسط حاجة. حتى كمان الطيارة وهي بتركن هنا بتاخد وقت طويل، هناك ما بتلحقش اصلا، بتركن على طول. احنا هنلحق نوصل البيت ولا مش هنوصل البيت؟ نزلنا بمطار التيجل، ما بعرف اذا شنفلد اكبر من التيجل او لا. ايوه اللي هي بتقوله دوت ممكن يكون صح، عشان هو في مطارين في برلين، فلو حد عدى على المطار التاني بتاع برلين يقول لنا. في كتير عالم عم يقولوا بدهم يقفلوه لانه عم حد البنايات تبعت بتاع اني شونبرج ولا اني التيجل تيجل اه بصير ضجي، فحاطين اليافطات على ضد البيئه يعني. لا مش عشان الضجه، اه في بنايات حده يمكن. يا نور خلاص ها ماتت يا جماعه. انا جيت من الاسكيمو. مش مصدقه حالك. ما مصدقه انه وصلت. شايفين المغامرات اللي وعدتكم فيها؟ هيها المغامرات تبعت عبد السلام ونورا. احنا لسه بنسخن، لسه في اكتر من كده. احنا لسه ايه بنقول يا هادي. بصوا هي يعني ايه تجربه كانت كويسه يعني، فيها عوائق طبعا ومغامرات وبتاع، بس الواحد بيستفاد يعني. اول مره الواحد يطلع في التلفزيون. في ايه؟ الساعة 11 بالليل. احنا بدأنا الصبح الساعة 7 الصبح لحد 11 بالليل. دقيقة طيارتين المجموع نبدأ بالأول. قطرين. لا قطرين، احنا رحنا قطر بعد كده ركبنا الـ HCA، بعد كده رجعنا تاني بالقطر الـ RA، بعد كده ركبنا الـ S، بعد كده ركبنا طيارة، بعد كده نزلنا هناك ركبنا تاكسي يبقى 6، بعد كده رجعنا بالتاكسي 7، وبعد كده ركبنا طيارة 8، وبعد كده ركبنا قطر يبقى 10. وهلا كمان ودلوقتي هنركب. احنا كمان ما حسبناش من البيت لحد المحطة يعني كتير، خلينا نقول ان الموضوع كان مرمطة، بس ما اكلوناش يعني. بص الطيارة التانية عشان يعني اكون صادق يعني، الطيارة التانية ادتنا كيس شيبسي، ده هو كيسين، احنا اكلنا واحد واتبقى الكيس دوت، وفي كمان شاي وكوكاكولا. كوكاكولا كان طعمها وحش، نورة ما عجبتهاش. ف عايزه ايه؟ بتطلعي دخانة مش باينة في الكاميرا. على فكرة هون كتير أطفى من فرانكفورت. من متلجة لما طلعنا كان كله هيك ضباب وثلج. احنا
احنا دلوقتي وصلنا الساعة 11 فمفيش طبعا مواصلات لحد البيت، فهنضطر ناخد تاكسي اسفين ونروح البيت وننام. فكده البلوك خلاص هيخلص. نورة مش مصدقة ان الموضوع خلص، مش مصدقة. ايه بقى عايزانا اقفل الكاميرا؟ يلا عشان نروح. فخلاص يلا قولي لهم بقى الكلام بتاع كل مره بتاع نايت. سبسكرايب شير وكومنت لايك، واللي مش مفعلين الجرس يفعلوه عشان في ناس مش مفعله الجرس. يلا سلام.